جديد كاملين بينا كنبغيو الجديد، وحتى انا بحالكم كنبغي الجديد، ولكن الجديد ماشي شي حاجه ساهله. الجديد كيخصو بزاف ديال التضحيه، وهذا الشيء علاش الانسان خاصو يكافح وما يستسلمش في كل بدايه. خاصك تبقى ديما كتجرب، غادي يبغيو يضحكوا عليك وغادي يضحكوا عليك، غادي يبغيو يستغلوك وغادي يستغلوك، ولكن غادي تسبق الا بقيتي ديما كتجرب. كانت عندي لاشين في 2016 وداوها ليا، وكنت غادي نحبس. علاش؟ حيت كانت فيها غير 1000 ابوني وحسدوني عليها وداوها. ولكن شكون لقيت في جنبي؟ لقيت في جنبي خويا حسن، اللي قال لي ما تحبش وكمل، ودير لي الدعم للقناة ديالي اللي بفضله هو دابا كملت وما استسلمتش. فاش كنكون بوحدي في ذاك الوقت، شحال من فكرة قطعي على راسي وشحال من احاسيس وذكريات، ولكن فكرة واحدة واحساس واحد هو اللي عشتها. وتؤمن بالله وبموهبتك، وتذكر نجاحك لم تصنعه بنفسك، لن يصنعه لك احد.